مداخلة تانية مهمة جدا مع المحترم الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا فندم، مساء الخيرات. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور حازم، عايزين نعرف الوضع بالنسبة لحكاية رمضان صبحي في هذه اللحظة، احنا واقفين فين؟ النهاردة هو في لجنة الاستماع اللي هي أول لجنة قانونية حسب الكود الدولي للإجراءات. هو حضرتك كان صدر له قرار ادعاء، القرار الادعاء ده وبعد كده صدر قرار إيقافه من المنظمة، إيقاف اسمه إيقاف إجباري لحين انتهاء التحقيقات. فالنهاردة كان أول لجنة للتحقيق معاه. طيب دكتور حازم، في شوية أسئلة كلنا بنسألها كإعلاميين أو حتى ناس عادية، وممكن تبقى أسئلة يعني بالنسبة لحضرتك ممكن تبقى أسئلة بسيطة جدا، بس عايزين نفهم أكتر، يعني إيه إتلاف العينة؟ ما فهمناهوش يعني إيه إتلاف العينة. حضرتك في 11 كو يعني 11 حاجة في الكود الدولي. اتفضل. لنداقة عليك طائلة اللي هو خلل في المنشطات. منها إنك خدت مادة منشطة. تمام. أو خدت مادة تزيل المادة المنشطة، عارف حضرتك لما تاخد مادة منشطة تاخد حاجة تانية تزيل المادة المنشطة. إنك تتلاعب في العينة. أو تتلاعب في الإجراءات. أو تتخلف عن إنك أنت تتخلف إنك تعمل العينة. أو إنك حتى تتدرب مع لعيب موقوف نتيجة لمنشطات. وتخيل يعني 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 دي بيسموها اللي هي الإجراءات اللي هي مفروض يعاقب عليها الرياضي لمخالفته قواعد مكافحة المنشطات. انت اما بتيجي تعمل العينة، احنا عندنا عينتين، عينة بول وعينة دم. العينة دي بيخش اللي هو الدي سي او اللي هو اسمها الضابط مكافحة المنشطات، بيبقى مع الشخص في اماكن اخذ العينة، عينة البول مثلا. فبإجراءات صارمة العينة دي تتاخد ازاي؟ طيب انت ممكن تعمل ايه في العينه دي؟ هل ممكن مثلا في ميه توصل للعينه دي، في ماده اخرى توصل للعينه دي؟ انت واخد ماده تغير البول ده، مش ماده منشطه، واخد ماده تقلل كثافه البول، وهكذا. دي الحاجات اللي هي بيسموها انتهاك قواعد مكافحه المنشطات. طيب برضه استحملني يا دكتور بعد اذنك، عشان احنا ممكن الحاجات دي ما نبقاش فاهمينها. التلاعب في العينه ده بيبقى هو واخد حاجه تخلي العينه فيها مشكله، ولا بيبقى اضافه ميه؟ يعني التلاعب ده بيحصل ازاي؟ يعني في قصه رمضان الصبحي التلاعب حصل ازاي؟ لا ما هو ده اللجنه اللي بتحدده. ما هو انت دلوقتي الكابتن عنده الاول، انا بس عايز اقول حاجه مهمه. اتفضل يا فندم. ان في حاجه اسمها بريس ديسكلوشر، من حق المنظمه انها تتحدث للاعلام بدل بعد ان يصدر قرار ادعاء على الرياضي. هاي. لان الناس مش فاهمه، يعني ممكن قوي يجي الرياضي نفسه او الممثلين القانونيين عنده يقول لك ازاي المنظمه تحدثت للصحافه والاعلام. ده جزء من الكود الدولي، ان انت بدل ما صدر ضدك ادعاء او اتهام فلازم الناس تفهم، المنظمه طبعا. ممثل المنظمه يتحدث لوسائل الاعلام. دي نقطه، دي نقطه مهمه. صحيح. الكابتن عنده اثنين كود فيه مخالفه، كود 2.5 اللي هو التلاعب في العينه، كود 2.2 انتهاك قواعد المنشطه. اللي كود 2.5 كان ممكن ياخد ايقاف اختياري، ما توقفش اجباري، لكن 2.2 ده خد بسببه ايقاف اجباري. طيب لو اثبت مخالفه من رمضان صبحي العقوبه ممكن تصل لحد كام؟ اللائحه كل حاجه سيادتك، الكود محدد كل عقوبه. اتفضل. بمعنى ايه؟ العقوبات تقول مثلا منشط في المسابقه ولا خارج المسابقه. المنشط ده سبيسيفايد ولا سبيسيفايد، يعني معرف ولا غير معرف. كويس. كل واحده من دول ليها عقوبه، تلعب في العينه لها عقوبه، انتهك قواعد المنشطات لها عقوبه، تخلف عن التيست اللي هو الورق بقى التيست، يعني انت المفروض تبقى حاطط على الادم سيستم انت بكره الساعه واحد الساعه كذا تبقى فين، واحنا رحنا ما لقيناكش، اسمها ميز تيست. لو انت فقدت ثلاث اختبارات تعاقب اكنك بتاخد منشطات. طيب مين اللي بياخد القرار؟ بياخد القرار لجنه الاستماع تبعا للكود وتفسيرها لهذه المخالفه. وانت بعد ما تاخد عقوبه او ما تاخدش عقوبه، هتاخد براءه. لازم تكتب المنظمه دي، اللجنه دي تكتب الشخص ده خد براءه ليه؟
يعني مذكره توضيحيه عشان بالانجليزي والعربي عشان الوكاله الدوليه تقتنع ان الاجراء ده سليم. لو الوكاله الدوليه ما اقتنعتش ترفع عليك قضيه، ترفع على المنظمه المصريه قضيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه. طيب لو هو بعد جلسه الاستماع وحصلت عليه عقوبه ايقاف، هل في اجراءات تصعيد؟ هل في اجراءات تصعيديه؟ اللجنه ايه المتاح في اللجنه اللي جايه دي؟ يعني توافق على تفسيره ما ياخدش اي عقوبه، تاخد قرار انه ياخد ايقاف للايقاف الاجباري ويبقى ايقاف اختياري ويكمل يلعب لحد عقوبه نهائيه، يا تديله عقوبه مناسبه لي للخطا او للكود اللي ارتكبه. طيب هو في الكود اللي حضرتك اتكلمت عنه ده، هو في مخالفه اللي هي التلاعب في العينه، والناحيه الثانيه كان في حضرتك قلت لي تقريبا اختراق في ال يعني يعني اخترق في انتهاك المكافحه، اجراءات المكافحه. الاثنين دول عقوبتهم ايه طبقا للكود؟ لو ثبتت عليه دون دوافع حقيقيه من سنتين لاربع سنين. من سنتين لاربع سنين. طيب هو بعد الالتماس واللجنه اللي هو قاعد قدامها وخدت قرار او اقرت القرار بالايقاف من سنه لاربع سنين، هل هو عنده اجراءات تصعيديه اكبر؟ يعني الاجراء الاول يروح للجنه الاستئناف، دي لجنه برضو قانونيه مصريه تبع المنظمه. بعديها يقدر يروح للكاس اللي هي المحكمه الرياضيه الدوليه، او يروح للكاس مباشره بعد لجنه الاستماع. مفهوم. دكتور حازم خميس رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات المهمه جدا.